علشان توصل لجسم مثالي زي جسمي كده الموضوع محتاج تعب مجهود جيم عرق تعب فوق ما تتخيل، ولازم تاخد وجباتك معاك كل يوم علشان لو جعت ما تجيبش اكل من بره. دي نصيحتي ليك. بس المشكله اللي انا بواجهها هي ان المدربين على الخلقوم ضيق، ما عادش زي زمان. المدرب عاد بيتخنق. الكابتن لاني جايب الوجبه بتاعتي معايا الجيم، معرفش ساعه ما شافها معايا اتنرفز وقعد يبرطم في الكلام وسابني ومشي. الناس على خلقها ضيق، انا مش عارف ايه اللي حصل لهم. بسم الله الحمد لله، بفتره صغيره بانتظامي مع الكابتن وبالتمارين المكثفه قدرت ان انا انزل من وزن 126 كيلو، وحاليا ما شاء الله 125 كيلو و900 جرام. بسم الله. لو عايز نظام الحميه الغذائيه اللي انا ماشي عليه من العند قبل العند، اكتب لي بس تحت في التعليقات وما يغلاش عليك. ياه مفيش احلى من الاكل. الفيديو ده يا جماعه فيه حرمانيه. ايه هي الحرمانيه؟ ان انا قلت وزني 126 كيلو وانا وزني مش 126 كيلو، وقلت ان المدرب زعل والمدرب ما زعلش ولا اي حاجه. إيه الحكايه كلها؟ ان كان الفيديو للهزار. طب ايه المشكله بدل الهزار؟ ايه الحرام فيه؟ الحرام ان الرسول عليه الصلاه والسلام له حديث انا مش متذكره بالظبط، بس فيما معناه ان ما ينفعش الهزار علشان تضحك حد. حتى الهزار احنا بنضحك، واللي مستمع او بيتفرج على الفيديو عارف ان احنا بنضحك، برضه حرام. هو انا مش فاكر الحديث بالظبط، بس فيما معناه ويل له ثم ويل له اللي بيحاول يكذب علشان يضحك الناس. فبس كنت عايز اقول لكم يا جماعه، الكذب حرام بكل انواعه، ومفيش حاجه اسمها كذبه بيضه، كل الكذب حرام.